كريم وسط ما غبرات شي كاينه حاضره وملي غبروا عليا و الناس اللي ديال الفن. اما بالنسبه لي انا راه كاينه الحمد لله كاينه حاضره، سواء ملي كنت تبارك الله غليظه راه كان الحضور ديالي منين ضعفت راه بالعكس انا فرحانه، ماشي ما ندمتش. علاش غندم؟ لان ندم كون لقيت في ديك الحاله ديال الوزن المفرط، لان كانت عندي اعراض من بعد، كاين ضغط دموي سكري، كانت بزاف الاعراض كانت عندي، ولكن الحمد لله تنقدت ونقدوني الاطباء. بالمضمون خاص يعرفوا الجمهور ديالي داخل الارض والوطن والخارج، كريمه وسط راه مضمونه، راه باقا تعطي، راه واخا تغيرت شكلا راه مضمونه، راه باقا الحمد لله.